الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في عدد جديد من نفحات إيمانية الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأصدق التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا رب إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. الطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على ما تشاء قدير. اللهم يا ربي اشفي مرضانا اللهم يا ربي اغفر لي موتانا اللهم يا ربي عليك بمن عادانا آمين آمين يا رب العالمين لكل إخواني المشاهدين إخواني المشاهدين اليوم الطرق لموضوع مهم جدا وهو الفهم أو حسن الفهم فهم ربي سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ففهمناها سليمان سورة الأنبياء وَدَاوُودَ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إن إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما إلى آخر الآية آية سورة الأنبياء الآية 78 79 ففهمناها سليمان فهم وما أدرك من فهم سيدنا داود نبي سيدنا سليمان نبي رب سبحانه وتعالى أثبت لهما وكلا آتينا حكما وعلما في زوج عندهم عندهم الوحي عندهم العلم ولكن سيدنا سليمان خصه الله عز وجل بالفهم ففهمناه سليمان فاهتدى إلى الحل الصحيح وش هو الحل سيدنا داود جاء جوه زوج في حالة خصومة واحد عنده حرث بعض الناس يقولوا زرع بعض المفسرين يقولوا زرع وبعض المفسرين يقولوا هو عنب كرم يعني عنده بستان تاع عنب وكاين اللي يقول لك حرف ما يهمش ما يهمش هذا الامر المهم ان واحد عنده غنم اكتسحت هذا الحقل هذا الحرف فقضت عليه جاء صاحب البستان صاحب الحقل وصاحب الحرث يشكو الى سيدنا داود قال له السيد هذا عنده الغنم نتاعو قضت على كل ما في الحقل او الحرث وش حكم له سيدنا داوود قال له خذ الاغنام ليك علاش لانه كما يقول اهل التفسير ان مقدار الخساره اللي حصلت في هذا الحرث او في هذا الحقل هو يكافئ الغنم هذا جبر الضرر اذا اعطى له الغنم قال له الغنم كامل لما سمع سيدنا سليمان قضى بحكم اخر وهو حكم لا يضر بالاثنين واش قال له؟ قال له انت المضرور صاحب الحقل احكم هذه الاغنام استفيد منها خلال عام كامل او خلال المده اللي يتمكن خلالها أه صاحب البستان من أن ترجع حالة البستان أو حالة الحرث أو الحقل إلى حالته الأولى قال له أنت صاحب البستان هاو عندك الغنم استفيد منها من الحليب نتاعها ومن كل كل وش. وصاح وصاحب الأغنم هذه يجي يبدا يخدم هذا البستان ويسقمه كيرجع الى حالته ورجع له الغنم فيكون صاحب علاش علاش هذا الحل؟ حتى لا يتضرر صاحب الغنم يروح راس مال لان راس مال هو الغنم. اذ نفشت وش معنى نفشت فيه غنم القوم؟ نفشت يعني انها اقتحمت هذا الحرث او الحقل في الليل. والعلماء نفشت يعني رعت اكلت رعت في الليل. الرعي هو في النهار والنفش هو راعي الاغنام في الليل فقال لك ما المفروض ان صاحب الغنم يكون شاد الاغنام نتاعو في الليل أه ربطها ولا ديرها في كيما يقولوا زريبة وما يخليش تعتدي على حقل الاخر قال العلماء انه في النهار صاحب الحقل هو اللي يسعى الحقل نتاعو في الليل صاحب الغنم مفروض هو اللي يحرز ويحكم الغنم نتاعو حتى لا تعتدي على حقل الغير او على حرث الغير اذا لما حكم بهذا الحكم الرائع جدا هو انه رجع صاحب الحق رجع له الضرر جبر له الضرر نتاعو من خلال الاستفاده من هذه الغنم خلال عام كامل وصاحب الغنم ترجع له الغنم نتاعو بعد عام بعد ان يجبر الضرر نتاع هذا صاحب الحرث اذا فبعد عام بعد مده يكون يكون صاحب الغنم يسترجع الغنم نتاعو بعد ان عوقب مده حوالي عام وصاحب الحق يرجع الحق نتاعو كيفاش وصف رب سبحانه وتعالى هذا التدبير هذا الحكم ففهمناها سليمان اذا اجتهاد سيدنا سليمان كان بناء على فهم فالذي يستطيع أن يصل إلى مستوى الفهم هو ذلك الإنسان الذي يستطيع أن يصل إلى أفضل تدبير إلى أفضل إجتهاد إلى أفضل حل إلى أفضل صنيع أو عمل يجعله يصل إلى الخير أو المصلحة كاين علم سيدنا دون عنده العلم والحكم أو الحكمة عنده العلم ولكن الفهم عند من كان عند سيدنا سليمان إذن الفهم هو أخص من العلم يقرا الانسان يقرا 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 ويدي شهادات وعنده ممكن يكون عنده بوست كبير يعني منصب كبير كذا ولكنه ممكن يكون ناقص في الفهم ناقص في الفهم او بعض الناس يقرا 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 ولكن ما يفهمش اذا ليس كل انسان عرف وتعلم فهم لانه يقرا ويتعلم يقرا ويتعلم ويكون هذا العلم الذي تعلمه أو هذا المنصب الذي تبواه يكون سببا في الشر عليه وعلى أهله وعلى بلاده والعياذ بالله يعني يقرأ 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 عنده الفهامة القراءة هذه وش يدير بها تولي له كارثة عليه هو وكارثة على أهله وعلى الأقربين تاعو وكارثة على الناس وش استفد من هذه القراءة ولا هذا العلم ولا هذه الشهادة ولا هذا المال ولا وش عندك يعني من الأشياء اللي يفترض ان الناس يبحثون عنها باش يوصلوا الى مستوى معين ولكن رب سبحانه وتعالى لما, لما ينحلوا الفهم اه راح. الفهم شيء اساسي جدا 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 منين يجي الفهم؟ الفهم يجي من القلب الصافي منين يجي الفهم؟ يجي من القلب المتنور بالايمان رب سبحانه وتعالى يقول في القران الكريم في ايه من اروع ما يكون سوره الاعراف ايه 146 ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق ساصرف عن اياتي وش معناها معناها ان الناس يتكبروا قلوبهم مريضه قلوبهم معلوله مريض مريض في قلبه هذا ما يعطيش ربي الفهامه سيصرفه عن الآيات ما معنى يصرفه عن عن إدراك حقيقة ما يقع لأن آية الله عز وجل موجودة كثيرة جدا آيات مكتوبة في القرآن الكريم وكل الحياة هي آيات كل ما يقع في هذه الحياة هي آيات فالذي يتكبر معلول الباطن المريض لا يفهم ما يفهمش أنه مريض لازم يروح يداوي روحه حتى يحصل على الفهم إذا كان بقى مريض معلول ما يقدرش يفهم وإذا ما فهمش ممكن يتسبب في كوارث نحن يعني عندنا في البيئة نتاعنا واحد الكلام رائع جدا يقول لك أعطيه لي فاهم الله لا أقرأ هو مش معنى أن الإنسان يلزم يلزمش يقرأ ولكن إدراك أن الإنسان ممكن يكون فاهم يكون بسيط وعنده شيء قليل من العلم لكنه يكون إنسانا ناجحا خيريا ينفع نفسه ينفع أهله ينفع بلاده ينفع الناس جميعا بسيط ولكن عطيه ربي الفهمه. علاش؟ لأنه قلبه صافي. لأنه طاهر. لأنه نقي. لأنه عنده القدره على أن يفهم الآيات الكثيرة جدا في الحياة. آيات كثيرة جدا في الحياة، يتربى بالحياة وبتجارب الحياة، يسمع كلمة من شيخ كبير، خلاص يفهم. يسمع توجيه بسيط، يسمع درس، خلاص يفهم. أما أولئك المتكبرون، الظلمة في قلوبهم فإنهم لا يفهمون وقد والعياذ بالله يتسببون في كوارث نسأل الله عز وجل أن نكون أصحاب الفهم آمين رب العالمين مشاهدي الكرام إلى نلقاكم إن شاء الله في فرصة قادمة تركم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته